وحول هذا الموضوع قال سعادة النائب أحمد صباح السلوم عضو مجلس النواب في اتصال هاتفي في نشرة سابقة إن على السلطات القطرية عدم التعرض للبحارة البحرينيين واحترام المواثيق الخليجية الموقعة. نؤكد أن على السلطات القطرية اليوم أن تفرض حسن النوايا وحسن الجوار وحسن التعامل مع البحارين البحرينيين، حيث أنهم مواطنون من دول مجلس التعاون الخليجي، وتركز على لملمة اللحمة ومداواة الجراح ومنح مواطني دول مجلس التعاون حرية العمل وكسب الرزق وبناء المزيد من الثقة والوحدة داخل الصف الخليجي والتعاون ضد الأخطار الخارجية وتعزيز الدور الإقليمي بما يخدم العمل المشترك ويقوي البيت الخليجي وتوجيه الاتفاقيات السابقة وقمة الألا إلى واقع ملموس. وهنا نريد أن نؤكد أن الشعب الخليجي في الدول الست بطبعه شعب متسامح محب لا يهوى الشقاق والتناحر ولا يميل للمقاطعة والخصام وينفر من البغض والكراهية بكل أصنافها، وقياداته الرشيدة ممثلة بجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وشقائه قادة الدول والتي لا يفرق بينهم فارق في الطباع الحميدة والخصال الحسنة، وكذلك هنا في الخليج يجمعنا تاريخ واحد ولغة واحدة وعادات وتقاليد وقرابة بين العديد من العوائل والأسر التي لها نسيج اجتماعي واحد. في الختام، على السلطات القطرية عدم التعرض للبحارة البحرينيين والذين هم من أبناء الخليج العربي ومعاملتهم معاملة الخليجي الذي يسمح له بمزاولة مختلف المهن التجارية في الأسواق الخليجية وممارسة جميع الأنشطة من دون قيود أو شروط، وذلك حسب المواثيق الخليجية الموقعة، وذلك لزيادة الرزق بين أبناء دول مجلس التعاون ونمو هذا الاقتصاد.